الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا مقابل الدينار العراقي الذي سجل انخفاضا في البورصة الرئيسة والأسواق المحلية. وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي في بورصة الكفاح المركزية في بغداد 1472 دينارا مقابل كل دولار واحد. هذا وارتفعت أسعار بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالعاصمة بغداد لتسجل 1477.50 سنتا لكل دولار واحد، بينما سجلت أسعار الشراء 1467 دولارا و50 سنتا لكل دولار واحد. حافظ العراق على مركزه باحتياطي الذهب حيث جاء في المرتبة 38 عالميا. وقال المجلس العالمي للذهب إن العراق حافظ على المرتبة 38 عالميا كأكبر احتياطات العالم، مبينا أنه جاء بالمركز الخامس عربيا بواقع 96 طنا، وهو يمثل 8.9% من احتياطات الذهب العالمي. وأوضح المجلس أن الولايات المتحدة حافظت على مرتبتها الأولى من حيث احتياطي الذهب وبمقدار أكثر من 8,100 كيلوغرام، تليها ألمانيا بمقدار يتجاوز 3,360 كيلوغرام. ضمن محاولات ترقيعية لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، أعلنت وزارة الزراعة إعادة فتح باب الاستيراد أمام الطماطم ومصنعات الدجاج خلال شهر رمضان. وقال وزير الزراعة في العراق محمد كريم الخفاجي إن الحكومة أصدرت قراراً باستيراد 50,000 طن من الطماطم و50,000 طن من مصنعات الدجاج خلال شهر رمضان، مضيفاً أن هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 من آذار ولغاية 1 أيار القادم. هذا وسيؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمي ارتفعت للشهر العاشر على التوالي في آذار الماضي مع تداعيات فيروس كورونا، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران عام 2014. وسجلت المنظمة الأممية ارتفاعا بأسعار عدة منتجات وخصوصا الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان. وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية 118 نقطة في شهر آذار الماضي مقارنة مع 116 نقطة في شباط الماضي من العام الحالي. تراجعت أسعار النفط بعد أن أظهرت أرقام رسمية زيادة كبيرة في مخزونات البنزين الأمريكية، ما تسبب في مخاوف بشأن ضعف الطلب على الخام في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وتراجع خام برنت إلى 62.84 دولارا للبرميل الواحد، وهبط سعر النفط الأمريكي إلى 59.39 دولارا للبرميل الواحد. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت، بينما قفزت مخزونات البنزين بشكل حاد خلافا للتوقعات أيضا. ارتفع عجز الموازنة في ألمانيا العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 30 عاماً ليناهز نحو 200 مليار يورو نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ويصنف هذا العجز بأنه الأول منذ عام 2013 في وقت ارتفع فيه الإنفاق الحكومي إلى 1,700,000,000,000 يورو، وانخفضت إيرادات الضرائب إلى 1,500,000,000 يورو. ويعاني الاقتصاد الألماني من تداعيات موجة تفشي ثالثة لكورونا، ويتوقع أن تفرض الحكومة إغلاقا على كثير من المنشآت التجارية حتى نهاية الشهر الحالي. ختام الموجز، إلى اللقاء.